السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. أه ورمضان مبارك كريم. أه عليكم ان شاء الله. فاول حاجة غادي نقدمها معكم هو هي هاد الوجبة. هذا سميتو هربل. أه كان ان كاع البنات كيعرفوه. واللي ما عرفتوش فعلا غادي نوري لكم يعني كيفاش داير اه مهم هنا يخلطوا بات في الماء حتى أه يعني صبح أه شارب هذاك الماء مزيان وباش يطيب ليا اصلا دغيا المهم من الاحسن انكم تخليوه يبات في الماء هنايا ضفتو في هذا الاناء هذا مع الماء فقط كنضيفلو غير الماء وغادي نزيدلو شي شويه ديال الملحه غادي نشعل عليه النار بما انه هو كيشد شي شويه الطياب يعني كيبغي يطيب بحال شكل الشيشه مثلا كي شي شويه الطياب باش يطيب لي على خاطرو يعني واخا ياخذ الوقت غادي نسبق منه هو الاول وغادي يطيب لي على خاطرو صافي هنايا كما شفتوا زدت معاه شويه ديال المليحه فقط وهذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا الزرع يعني كتكون محيده لهذيك القشره ديالو كيكون شي شويه مهرس فهذا هو الشكل ديالو غادي نخليه كيطيب لي على جنب غادي نجي لهنا غادي نوجد دابا العجين ديالي اللي درت فيها يعني كميه من دقيق الفرص العادي هنايا ما درتش دقيق الفرص يعني الخاص بالحلويات هو من الاحسن الا درتو الخاص بالحلويات وانما المهم انا هذا الشيء اللي توفر عندي حاليا في البيت صافي ضفت له واحد البيضه وزدت ضفت شويه ديال الخل بالنسبه للكميه ديال الدقيق فكتبقى يعني على حسب الحشوه نتوما اللي درتو يعني واش غتقوي واش شويه المهم كتبقى الكميه ديال الدقيق عينكم ميزانكم بالماء يعني يكون دافي ماشي سخون المهم الماء دافي غادي نبدا نخلط هذا العجين هذا بعدا كنكون دخلت هذيك البيضه هكاك فرستها هكاك في الدقيق وعاد من بعد كنبقى نضيف الماء وكنعجن العجينه ديالي من بعد ما كنكون جمعتها شي شويه ودلكتها شي شويه عاد باش كنضيف لها دابا الملح وكنزيد ندلكها هذا الملح هذا كما كنقول لكم يعني دائما فلا بغيتو يعني تدلكوا العجينه ديالكم هكا مزيان خليو يعني الملح هو اخر حاجه غديروها هو كيساعد اننا باش ندلكوا العجينه ديالنا مزيان صافي كناخذوا واحد كناخذوا الزيت والزبده كندوبوهم كنوضعهم هكا في واحد اليناء وكنناخذوا هذيك العجينه ديالنا غنبقاو نشكلوها هكايا كريسات نديروها يعني ناخذوا هذه العجينه وديروها ما بين الايدي ديالنا نضغطوا عليها وكنخرجوا هذ الكريسات يعني قد تقريبا هكا المشماشة فما يكونوش كبارين بزاف فيكون الحجم ديالهم متوسط صافي غادي نشكل غادي نكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي نشكل هاد الكريصات هادو عاد باش نخليهم يرتاحوا يعني مباشره فاش كنسالي ولاد ليك ديالها كنشكلوا هاد الكريصات هادو وعاد باش كنخليوها ترتاح وندوزو دابا باش نحضروا الحشو ديالنا بالنسبه للحشوه غادي هنايا درت واحد تقريبا ثلاثه ديال البصلات هكايا مع واحد الفلفله صفراء شلتهم مزيان انا هنايا درتهم في الماكينه شللتهم يعني في الماكينه نتوما آه، يعني ديروا غير بالايدي ديالكم صافي غادي نخلطهم هكا لهذا الشكل بالنسبه للعطريه هنايا دايره الملح وشويه البزار شويه الكمون شويه الخرقوم شويه سكينجبير وواحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى وغادي نزيد هكايا نحك عليهم واحدة دريس ديال الثومه اولا جوج دريسات يعني تلا درتو جوج دريسات غادي يكون مزيان آه بالنسبه للفلفله الا ما كانتش عندكم هنايا الفلفله الصفراء آه تقدروا تعوضوها بالحمره كيفما ممكن انكم تعوضوها بالخضراء الا ما توفرتش لكم يعني الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء آه المهم صافي غادي نخلي هادشي يتشحر ليا مزيان وغادي نحركوه ونخليوه يتشحر ونعاودو حتى نرجعوا ليه من بعد كما كتشوفوا هنا هداك هربل اللي درنا طاب راه هنايا يعني صافي طاب مزيان وصل القوام ديالو عاد هنايا كنزيدو نضيفوا له شويه ديال زيت الزيتون يعني حتى كيطيب لينا كليا كنعرفوه طاب صافي وغادي نضيف له الحليب هكايا كتضيفوا يعني الكميه كتشوفوا كميه هكا عينكم ميزانكم غادي نخليه يزيد شويه طلع له طلع هذيك الغليه ديال الحليب ومن بعد عاد غادي نطفي عليه صافي وغادي نخليه جانبا هنايا رجعنا للحشوه ديالنا كما كتشوفوا يعني هذيك البصله مع الفلفله وهذاك الشيء راه يعني تشحروا لينا مزيان راني زدت يعني ضفتهم حتى زيت الزيتون يعني ما بانت ليا شيء في الفيديو راني ضفت زيت الزيتون هنايا زدت الحامض مصير تقريبا لأن هنا درت غير واحد الملعقه صغيره ممكن تضيفوا اكثر يعني كاين اللي ما كيبغيهش داكشي باش انا ما شيء المهم هنايا زدت طريفات ديال الحوت الابيض بطبيعه الحال غادي يكون بلا شوك يعني الحوت هبره هنايا زدت كما شفتوا اربعه ديال الطريفات أه وزدت ضفت القزبر ومعدنوس مقردين يعني مقردين هكاك صافي وغادي نزيد نضيف عليه نضيفهم ونخلط هذا الشيء هكايا مزيان وغادي نخلي هذاك الحوت حتى كيطيب ليا يعني ما اصلا وقت كبير راه دغيا كيطيب من بعد صافي كنحيدو هكايا على هذا الشكل كما كتشوفوا وغادي نخلي غير الحشوه هنايا صافي آه يعني بالمقابل هنايا جيت درت واحد الكاسرونه هكايا فيها الماء وغادي نوضع فيها هكايا قطع ديال التفاح تقريبا هنايا درت ربعة ديال التفاحات وفي الجانب الاخر درت هنايا البصله آه عفوا مش البصله الشعريه الصينيه درتها في الماء كتغلي غادي نرجع للحوت ديالي غنحيد له هذيك دي الجلده ديالو اللي كتكون فيه جلده كحله فما تخليوهاش البنات لانها كتكون قاسحة يعني ما تقدروش يتناولوها صافي غنبدا نفرتتو هكايا بالايدي ديالي يعني دغيا كيتفرتت دغيا كيت طيب كيطيب هو ما نهائيا وقت غنحاول اولا تقدروا غير بالفرشيطه يعني تفرتتوه هكاك تمعكوه بالفرشيطه فانا انا المهم هنايا بالايدي ديالي غادي نحاول نفرستوكه ها باش نضيفو على الحشوه ديالنا صافي غادي نستمر هكايا هكا كنكون يعني ساليت صافي على هذا الشكل من بعد هنايا صافي غادي نضيفو على الحشوه هكا كما كتشوفو غادي نخلط هاد الحشوه البنات كتطلع زوينه هنايا زدت ضفت الزيتون مقرد وحيدنا هدوك الوريقات ديال موسى فضروري ما انكم تحيدوهم هنايا زدت عاوتاني ضفت كميه من الشعريه الصينيه اللي غليناها في الماء صافي هكا كتكون الحشوه ديالنا موجوده كما كتشوفوا هنايا زدت ضفت شويه ديال الهريسه وهنا شويه ديال صوص الصوجه فانا نسيت ما ضفتهمش في الاول فانتم ضيفوهم في فأ... يعني منين تكونوا كتشحروا هذيك البصله وداك الشيء العطريه غادي تزيدو تضيفوا شويه الهريسه وشويه ديال صوص الصوجه تقريبا واحد الملعقه كبيره فبما ان الحشوه مازال غادي تدخل الفرن طيب بي... ما فيها بس انني يعني واخا عاد نوضعها في في الحشوه يعني ماشي مشكل أه حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم انكم الا درتو يعني هاد الحشوه هذه الا جات شويه حاره كتجي, كتجي رائعه كتجي احسن فانا هنا راني ما قويتش آه يعني الحار بزاف باش انها غادي تجيني حاره فهي الا درتو فيه واحد النغيزه ديال الحار يعني تجي شويه حاره غادي يكون احسن المهم كتاخذوا هذوك الكريسات اللي كنكونوا خليناهم يطلقوا إيه على راحتهم صافي وكنطلقوهم على هذا الشكل واخا تشوفوا يعني عجينه تقطعات لكم هكا شويه يعني ماشي مشكل كيل. لان لاننا مازال غادي نعاودو نطلقوها صافي كنردوها كنجيبو ديك الجهه وكنردوها على هاد على الجهه الاخرى هكا بحال اللي غادي ديرو المسمن صافي كتبقاو تطلقو هكايا وكت كتلقو ب... يعني ب... كتستعنو بالزيت والزبده اللي كيكونوا مذوبين وكتشدو هذيك الجهه وكتردوها يعني مباشره للجهه الاخرى يعني ما ما, ما على شكل آه يعني تبقى كتردو واحد الجهه تردو الجهه الاخرى لا فقط فاش كتولي لكم بجي بشكل طولي كتشدو يعني الطرف وكتديو مباشره للطرف الاخر كما المهم كتشوفوا في الصوره راه واضحه قدامكم آه المهم غادي نستمر ياها حتى نكمل كاع الكريسات اللي عندي فبما انني هنايا ما استعملتش يعني الدقيق آه الخاص بالحلويات داكشي هكا علاش كتقطع شويه العجينه لان الفرص العادي راه ما يعني بنفس آه ما تيكونش يعني ممتاز بحال الدقيق الخاص بالحلويات فما فيها بس يعني ماشي مشكل حتى لما كانش يعني نقضيو غير باللي كاين في الدار ماشي مشكل صافي غادي نستمر هكا المهم انكم تطرقوها مزيان وتسرحوها كما قلت لكم واخا تشوفوها كتقطع ما تخافوا منها اننا مزال غادي نضبلو العجينه وهكايا على هذا الشكل غادي نردها هكايا صافي وانا كندهن بهذيك الزيت والزبده مذوبين وغادي نعاود نشد هذيك الجهه هذه الجهه هذه ونوصلها يعني للجهه الاخرى صافي وكنخليهم يطلقوا تماما هكايا صافي من بعد ما يطلقوا ليا كناخذ يعني الاولى اللي ارتحت ليا وغنجي غنقطعها بالموس غير يعني معدي معدي على جوج يعني ما غاديش هادي ما غاديش على أربعة ولا غنقطعوها غير على جوج لان غنبغيوها بشكل طولي على هذا الشكل وغنخليو واحد الطرف نحتفظوا به وغادي ناخذوا واحد الطرف هكا ونحاولوا نطلقوه هكايا بيدينا طبيعه الحال كنديروا شويه هكايا ديال الزيت والزبده صافي وغنبداو نسرحوا فيه على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا وغادي ناخذ شويه من الحشوه هكا دابا هنايا غادي نشكلو بحال سيكار أه وكان نخدو ديك الحشوه وكنوضعوها بواحد الشكل هكا يا طولي كما كتشوفوا غنعاود نرد فوقها هاد العجينه هذه وغادي نجمعها كذلك حتى من الجناب باش ما تخرج ليناش الحشوه من الجناب صافي هاديك كان نلوي هكايا انا كنلوي وانا كنجبد هكايا عندي العجينه صافي دابا غادي ناخذ هكايا الموز او القطعه ديال البيتزا اللي كان عندكم وغادي ندير هكايا واحد ثلاثه ديال الشريطات على هاد الشكل باش يجيوني هذوك الخطوط يعني من الفوق صافي كنبقاو نلويو هاد السيجار ديالنا هكايا حتى كنحصلو على هاد الشكل هكايا كما كتشوفوا تماما وغادي نوضعوه في الفرن اما لاطا ديروا لها ورق طبخ واما دهنوها مزيان بالزيت صافي غادي ناخذ عاوتاني الطرف الاخر اللي احتفظنا به يعني غير كطلق لكم العجينه كترتاح كطلق صافي راه كتولي يعني في فين مديتوها كتتبعكم ما كيبقاش فيها المشكل يعني هي كتسميتو الا كانت مازال يعني ما ما طلقاتش مزيان شي شويه كت يعني ما كتبغيش تعطيكم الطوع صافي المهم هنا نزيد كما يعني كميه عاوتاني من الحشوه ديالنا هكا غادي نحاول نوضعها بواحد الشكل طولي وانا كندهن ضروري بالزيت مع الزبده اللي قلت لكم مذوبين وغادي نجمع هكايا الجنيبات باش ما تخرج ليناش الحشوه من الجناب وغنبدا نلوي هكا على هذا الشكل وانا كنطلق ديك الجهه الفوقانيه وغادي ندير هكايا واحد ثلاثه ديال آه الخطوط هكا اولا ثلاثه ديال الشريطات المهم صافي وغادي نلوي يعني هكايا بشكل عادي صافي كان كنحصلوا على هذا الشكل هاد هكا يعني بكل سهوله المهم انا غادي نستمر كما كتشوفوا على هذا الشكل غادي نستمر حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي انا هنا فعلا شويه تقطعت العجينه ولاني ماشي مشكل في النهايه كنحصلوا عني على واحد الخبيزات اللي رائعين وزوينين آه يعني ما كيبان فيهم لا تقطع ولا حتى شي حاجه يعني المهم باش تتفاداو نتوما هذا المشكل ديروا هذاك الدقيق الخاص بالحلويات وتغربلوه يعني ضروري ما تغربلو الدقيق ديالكم صافي المهم هكا كنستمر تا كنكمل كاع العجينه اللي عندي يعني بكل سهوله غير كطلق لكم العجينه كما قلت لكم كتعطيكم الطوع يعني كتولي في يديكم آه كتسيروها كما بغيتو او كتعطي يعني كميه خير الله المهم دابا هنايا خديت واحد اصفر بيضة وزدت له شويه ديال الحليب وشويه ديال صوص الصوجه آه وغادي ندهن هاد الخبيزات هكا على هذا الشكل كنكون سخنت الفران مزيان آه وغادي نقصلو بطبيعه الحال من بعد فاش غادي ندخلهم من بعد ما غادي نكمل لهم الدهن ديالهم هكا يا مزيان غادي نرش عليهم شويه ديال السانوج و أه وغادي ندخلهم الفران يطيبو. ممكن تدرو عليهم جنجلان أه او اي حاجه ممكن ديروها المهم للتزيين ممكن ديروها لهم صافي ودخلوهم الفران يطيبو. دابا اخواتي هنا لي بات كنكون سلقتها أه وضفت هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس مقردين وواحد جوج بيضات هرستهم عليها غنزيد شويه ديال الملح هكا زدت شويه الملح بكميه أه شويه الحقاش انا ما فاش سلقتها ما درت لها شي ملح وشويه البزار واحد ملعقه كبيره من لاصوص ديال البيتزا وشويه ديال زيت الزيتون وحكيت هكايا معها شويه ديال الزعتر آه وغادي نخلط هذا الشيء هكايا مزيان كما كتشوفوا هاد لي باطا البنات كيجيو بنانين يعني بالمذاق ديال البيتزا كيجيو رائعين وبدون لحوم بدون حتى شي حاجه كتستفهم هكايا في واحد اللاطه كما شفتوا معايا وغادي تدخلوهم الفران غير يعني لما يطيب داك البيض وتشد لينا هذيك لي بات في راسها المهم هذاك التفاح اللي كنت سلقت معكم هنايا خديتو. كنطحنو هكايا في الماء وغادي نزيد له واحد الحك ديال دانون كريمي هنا عندي يعني دانون كريمي ممكن ديرو أيضا دانون باي نكهه بغيتو فاني او لا آآ كراميل آآ مهم آآ وصافي وغادي نزيد نطحنو هكا كما كتشوفو بالنسبه للسنيده انا هنايا ضفت جوج تاع المعالق صافي ما بغيتو شيء يجي يعني حلو بزاف الا كنتو كتبغيو الحلاوه فانتوما تزيدو يعني تحليو على حساب القياس اللي كتبغيو صافي هكا المهم هكا ديتير اولا العصر ديالنا كيجي كي هنايا لي بات من بعد ما طاب هذاك البيض فيهم كناخذ لاصوص من بعد ما طاب هذاك البيض ولي بات شدات راسها أه كناخذ هنايا لاصوص ديال بيتزا وكنديرها غير هكايا من الفوق على هذا الشكل غادي نزيد لها شويه ديال الفرماج حتى هو غادي ندردرو هكايا من الفوق وغناخد طوماط سوغيز وغادي نقطع دوائر وغادي نزين بها وغادي ندخل على الفران غير يدوب لي هذاك الفرماج ما تنساوش ديروا ورق الطبخ من التحت باش ما تلصقش ليكم اولا دهنوا المقلاه اللي غادي تدخلوها اولا اللاطه اللي غادي تدخلوها الفرن زين باش ما تلصقش ليكم لي بات وصافي من بعد كتقلبوها في طبق التقديم مازال غتشوفوا معايا واحد الشطه غادي نديرها معكم درت فيها غير رز وخيزو ومايونيز وملح وابزار كيم البنات الشكل النهائي ديال الاطباق اللي قدمت معكم كما كتشوفوا هذاك هربل اللي طيبناه بالحليب جازال جرائ كذلك هذه الشلاضه اللي درت كما قلت لكم الرز و وخيزو و... وصافي غير الرز وخيزو يدرس فيها والعصير ديالنا ولي بات كما كتشوفوا كطيب كتجي على هذاك الشكل آه غزاله كتجي رائعه في المذاق كيجي فيها المذاق ديال النكهه آه ديال البيتزا كتجي زوينه بزاف صافي وكتقطعوها هكايا ها وكتوضعوها يعني في شي طبيسيل هكا ها اللي غادي تناولوها فيه كتجي رائعه وممتازه آه المهم هذاك آه هربل اللي درنا ما تنساوش توضعوش زويته بلديه هكايا في الوسط ديالو غادي يكون احسن والخبيزات كذلك حتى غادي نفتح معكم وحيده هكا كي كتشوفوا كتجي من الداخل غزاله رائعه بالحشوه ديال السمك كتجي رائعه جدا بزاف طرقكم ونتمنى ان شاء الله ان الاطباق تكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديرونا لايك الا عجبكم هذا الفيديو هذا وكذلك الا كنتم زوار الجدد كما أه كنقول لكم دائما تشتركوا معايا في القناه ديالي ساميه كركوش ومرحبا بكم ألف مرحبا أه نتمنى لكم نهار سعيد ورمضان مقبول ان شاء الله منا ومنكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء